على مقربة من المنطقة الحدودية التي اعتاد التسلل عبرها إلى إسرائيل. روى لنا عمر الأسباب التي دفعته للمخاطرة بحياته واجتياز الحدود الشرقية لغزة. أنا أكثر من مرة رحت، صح في دبابات وفي جبات وفي رشاشات وفي قلب في كل شيء، بس جيت أسوي كنت رايح بس لشغل، أشوف شغل أنا يعني بخاطر بحالي يعني لشغل، إن أصرف أهلي وعلى البيت، فما زبطتش معي، فكل مرة أنحبس فيها، وعلى هيك يعني. عمر واحد من عشرات الفتية والأطفال الذين تدفعهم ذات الظروف القاسية إلى التسلل عبر الحدود بحثاً عن عمل. معظم حالات التسلل سرعان ما ينتهي بها الأمر إلى الاعتقال، وتفرج إسرائيل عنهم بعد فترة قد تصل إلى عام. إحصاءات أحد المراكز الحقوقية الفلسطينية تشير إلى 85 حالة اعتقال لمتسللين من غزة إلى إسرائيل منذ العام الماضي، بينهم 32 طفلاً. الخطورة في أنه جيل بالكامل يحرم من أي أمل، من أي فرصة لتكوين حياة، الخريجين بعشرات الألاف سنوياً ولا أمل لديهم بالحصول على فرصة عمل، وبالتالي لا أمل بحياة في المستقبل القريب، وهذا يدفع الناس للمغامرة، يعني ظاهرة الهجرة من غزة وركوب البحر، وبالمقابل ظاهرة التسلل ومحاولة الوصول إلى دولة الاحتلال للعمل خارج إطار القانون. وفي حين لا تبدو السلطات في غزة تتخذ أي تدابير على الأرض لوقف الظاهرة، تكتفي بالتحذير من مخاطرها الأمنية كعرض الجيش الإسرائيلي أموالاً على الفتية المتسللين مقابل التعاون معه. بين دلالاتها ومحاذيرها تستمر عمليات تسلل الفتية الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل دون توفر حلول لعلاج أسبابها أو الحد منها حتى الآن، مما يخشى معه من ازدياد ظاهرة الحالات المتسللة. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.